متقاعد باتريك كاميرت الوضع في ميناء الحديدة الذي يزوره للمرة الأولى عقب وصوله مع فريق المراقبة الأممي إلى المدينة الساحلية. اتفاق السويد بين الأطراف اليمنية وقرار مجلس الأمن مرتكزات عمل كاميرت في الحديدة، وهي مهمة لا تخلو من الصعوبة. قرر معها الخبير العسكري الهولندي أن يرسل رسالة لليمنيين مفادها أن المعاناة يجب أن تنتهي. نحن هنا لمساعدتكم، نحن لا نستطيع حل مشاكلكم، يجب أن تقوموا بذلك بأنفسكم، وهذا يعني أننا سنجلس ونناقش ونزيل العقبات، ولابد من التقدم إلى الأمام. كاميرت زار أيضا مبنى محافظة الحديدة رفقة ثمانية من أعضاء فريقه قدموا من نيويورك للعمل ضمن اللجنة المشتركة، والتي ستضم أيضا ممثلين عن الحكومة الشرعية والحوثيين، وقد تعقد أولى اجتماعاتها يوم الأربعاء. مراقبون يرون أن زيارة الفريق الأممي إلى مبنى السلطة المحلية أكدت النوايا الحوثية للالتفاف على الاتفاقات، فهنا يظهر مشرف الحوثيين في المحافظة وأحد المطلوبين في قائمة التحالف المدعو أبو علي الكحلاني، وقد ارتدى زيا عسكريا برتبة عقيد، وهو الذي كان مسؤول الحماية الشخصية لزعيم المتمردين عبد الملك الحوثي. من الحديدة ينضم